وهكذا يدرس الإنسان سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، ويستفيد منها ما يتعلق بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، تلك السيرة العطرة التي فيها همم عالية جعلت الله عز وجل همم عالية جعلها الله جل وعلا في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم. إن الناظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أنه بذل من نفسه وبذل من وقته في الدعوة إلى الله تعالى مع ما تعرض له من صنوف الأذى وما حاوله أعداؤه من صده عن الدعوة إلى الله تعالى، ما يجعل الإنسان عالي الهمة يسعى في متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.